السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة أخبار منتصف الليل من 7E نيوز. أهلا بكم، والبداية مع العناوين. نهيان بن مبارك يكرم 255 خريجا وخريجة من جامعة دبي. ختام فعاليات تمرين العمليات الجوية المشترك النصر الأناضولي بمشاركة القوات الجوية الإماراتية. الصين وهولندا تتعهدان بمعالجة تغير المناخ بشكل مشترك. هذه كانت العناوين، وإلى التفاصيل. كرم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش 255 خريجا وخريجة من جامعة دبي الدفعة 20، دفعة الاستدامة، لحصولهم على شهادات الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس في مختلف التخصصات، وذلك في الحفل الذي أقيم بقاعة مسرح أوبرا دبي. وألقى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان كلمة قال فيها: إن احتفالنا إنما هو في واقع الأمر احتفال بدعم قادة الدولة والمجتمع للجامعات وحرصهم على أن تكون هذه الجامعات ومنها جامعة دبي قادرة تماما على أداء دورها الحيوي والأساسي في مسيرة المجتمع. إن دولتنا ولله الحمد في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، تسير برعاية قادتها الكرام بقناعة تامة وإدراك واضح بدور الجامعات في تشكيل مستقبل الوطن. كشفت وزارة الداخلية عن أتمتت أكثر من 107 خدمات بنسبة 100% من خدماتها، بعضها يشمل توظيف التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي. وقد أدى توظيف أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي مثل تعلم الآلة والرؤية الحاسوبية في خدمة إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية إلى تقليل زمن الخدمة من يومين عمل إلى دقائق معدودة، ما أسهم في رفع سعادة المتعاملين وجودة الحياة الرقمية. وفي شؤون وزارة الداخلية أيضا، تمكن صقور الداخلية من خلال طاقم الإسعاف الجوي بإدارة جناح الجو في الإدارة العامة للإسناد الأمني بالوزارة من إنقاذ آسيوي 50 تعرض لإصابات بليغة إثر حادث حافلة. نتابع. وزع وفد هيئة الهلال الأحمر الإماراتي طروداً غذائية على أكثر من 600 شخص من الكوادر الطبية العاملة بالمستشفيات في محافظة اللاذقية السورية، وذلك ضمن عملية الفارس الشهم 2 التي أطلقتها قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع. وأعلن وفد الهلال الأحمر الإماراتي عن استمرار مبادرة لم ننساكم التي تأتي مرحلتها الثانية في إطار جهود الإمارات الإنسانية والإغاثية المتواصلة بالتعاون مع الجهات السورية والهلال الأحمر العربي السوري. وتفصيلاً، تم توزيع 300 طرد غذائي بالمشفى الوطني باللاذقية و150 في القرداحة و150 أخرى في جبلة، وذلك تقديراً للجهود التي تبذلها تلك القطاعات التي كان لها الدور الأكبر في التخفيف عن معاناة الأسر المتضررة منذ وقوع الزلزال في 6 فبراير الماضي. وتواصل دولة الإمارات جهودها دعماً للأشقاء في الجمهورية العربية السورية خلال مرحلة التعافي وإعادة التأهيل، وذلك عبر توفير المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية بشكل مستمر والوقوف على احتياجات القطاعات المختلفة ضمن عدة محاور تستهدف الدعم النفسي والاجتماعي للتخفيف عنهم. اختتمت فعاليات تمرين العمليات الجوية المشترك النصر الأناضولي المقام حاليا في تركيا بمشاركة القوات الجوية الإماراتية إلى جانب
وقف وإدارة أموال القصر في إمارة دبي أن قيمة المساهمات الخيرية في محفظة مبادرة خبز السبيل بلغت 5 ملايين درهم خصصتها المؤسسة لبناء وقف عقاري خيري مستدام يعود ريعه إلى خبز السبيل. وبحسب المؤسسة فقد تجاوز عدد المستفيدين من المبادرة 25,000 منذ إطلاقها في سبتمبر من العام 2022 بهدف توفير الخبز المجاني الطازج للمحتاجين من فئة الأيدي العاملة والأسر المتعففة. كما تم إتاحة الفرصة لكافة أفراد المجتمع للتبرع للمبادرة من خلال قنوات مختلفة عبر التطبيقات الذكية، بالإضافة إلى الحساب البنكي والرسائل النصية القصيرة عن طريق شبكات الاتصالات في الدولة. بحضور سعادة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى دولة الكويت دكتور مطر حامد النيادي وسعادة سفير دولة الكويت لدى دولة الإمارات العربية المتحدة جمال محمد الغنيم وسعادة الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عبدالله عبدالعالي الحميدان، تم إطلاق خدمة الحصول على مواقف السيارات لأصحاب الهمم التي من شأنها أن تسهل أكثر حركة السفر والتنقل لأصحاب الهمم بين البلدين. نتابع الفيديو من الحساب الرسمي لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم. بناء على توجيهات القيادة الرشيدة تم اليوم ولله الحمد إطلاق خدمة مواقف أصحاب الهمم المشتركة بين دولة الكويت ودولة الإمارات لتسهيل تحركاتهم والحفاظ على راحة وسعادة أصحاب الهمم في التنقل بين البلدين. اليوم تم تدشين الموقع بشكل رسمي، ومن خلاله يستطيع صاحب الهمة التقديم على الطلب وإرفاق المستندات المطلوبة وتقديم الطلب بنجاح، وسيتم التعامل مع الطلب خلال فترة وجيزة. من خلال الإحصاءات الرسمية زادت نسبة السياح بين البلدين بما فيهم أصحاب الهمم، وكان من الضرورة تشجيع السياحة الخليجية بين الدولتين على أن يتبعها التعاون في مجالات أخرى كالثقافة والسياحة والخدمات الاجتماعية. نرحب بأشقائنا من أصحاب الهمم في دولة الكويت، وحياكم الله في بلدكم الثاني دولة الإمارات العربية المتحدة. وإلى الأخبار العربية والعالمية من 7E نيوز. قال السفير السوداني الحارث إدريس الحارث إن الوضع الإنساني في البلاد تدهور ويزداد سوءا، نافيا أن تكون القوات المسلحة السودانية قد خرقت اتفاقات وقف إطلاق النار، مضيفا الملايين من السودانيين بحاجة للوقوف معهم في محنتهم بعد تدهور الأوضاع الإنسانية والنقص الشديد في الغذاء والدواء والمأوى والمياه الصالحة للشرب، وعطاء المتبرعين يخفف معاناتهم والدعم يوفر لهم مستلزمات الحياة. اتفق نائب الرئيس الصيني هان تشانغ وقادة هولندا على معالجة تغير المناخ وتعزيز التعاون الأخضر ومنخفض الكربون على نحو مشترك. وبدعوة من الحكومة الهولندية زار هان هولندا، حيث التقى الملك ويليام ألكسندر وأجرى محادثات مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روتا. وقال هان إنه في ظل التوجيه الاستراتيجي للرئيس شي والملك ويليام، حافظت العلاقات بين الصين وهولندا على تنمية صحية ومستقرة، وإن هناك مجال كبير أمام الصين وهولندا للتعاون في مجالات التنمية الخضراء ومنخفضة الكربون فضلا عن تغير المناخ، داعيا الجانبين إلى العمل معا لمواجهة التحديات. كما دعا إلى الاحترام والتفاهم والدعم على نحو متبادل بين الدول ذات الحضارات المختلفة حتى تتمكن من السعي إلى توافق في التبادلات وتعزيز نتائج مربحة للجميع من خلال التعاون. إلى تركيا بعد فرز أكثر من 89% من الأصوات، مخاوف من احتمالات جولة إعادة فيما إذا استمرت تقارب النسب بين أردوغان ومنافسه أوغلو. اقتصاديا، أعلنت ألمانيا عن تقديم مساعدة عسكرية جديدة بقيمة 2.7 مليار يورو لأوكرانيا، وهي أكبر مساعدة من نوعها منذ اندلاع الصراع الروسي الأوكراني. وتشمل المساعدات التي أعلنت عنها وزارة الدفاع الألمانية 30 دبابة و20 ناقلة جنود مدرعة و15 دبابة مضادة للطائرات وأكثر من 200 طائرة مسيرة للاستطلاع
و4 أنظمة دفاع جوي. رياضيا مشاهدينا، شارك اتحاد الكرة في النسخة الأولى من مؤتمر الإمارات للطب الرياضي الذي انطلق تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، وتنظمه جمعية الإمارات للطب الرياضي وطب إعادة التأهيل. وأكد الدكتور مصطفى الهاشمي رئيس لجنة الطب الرياضي في اتحاد الكرة أن مؤتمر الإمارات للطب الرياضي في نسخته الأولى يعد منصة مهمة لشرح ومناقشة أفضل وأحدث الممارسات الطبية والعلاجية. نتابع مقتطفات من المشاركة في هذا الفيديو من الحساب الرسمي للاتحاد الإماراتي لكرة القدم. وعن أحوال الطقس في بعض الدول العربية والعالمية. وفي ختام نشرة أخبار منتصف الليل من 7 إي نيوز، هذا تذكير بالعناوين. نهيان بن مبارك يكرم 255 خريجا وخريجة من جامعة دبي. ختام فعاليات تمرين العمليات الجوية المشترك النصر الأناضولي بمشاركة القوات الجوية الإماراتية. الصين وهولندا تتعهدان بمعالجة تغير المناخ بشكل مشترك. كنا معكم مشاهدينا من 7 إي نيوز، في أمان الله وإلى اللقاء.